موجات في انا ملي ضربني ما رضيتش جبت مين ورا فروي كيما كنقولوا ضربت راسي هادشي اللي كاين ومن بعد نعم من بعد ما خرجتش من بعد ما خرجتش حاولت نرجع للور ويعني بعد على بنادم شي شويه من بعد ولاو يعني ولاو القطات كيجيو لان بنادم ولا كيتدخل عندك باش يجيب معاك المشكل يعني بزاف د الحوايج يعني كيقول هذا ضارب الحبس هذا ضارب راسو هذا كذا. السلام عليكم اصحابنا. تاريخ هذا الاجرام كما كاع الناس وكاع صحابنا هي الرفقه السيئه. الرفقه السيئه ديال بنادم كتبقى تابعي بنادم والجلسات كما كنقولوا المزيانين وبنادم بان خصو يبان بانه هو اللي كاين والجيب ديالو عامر وهذا الشيء اللي كاينو على حساب الحي فين كتكبر كما كنقولوا فين كتزاد وكتكبر كتلقى يعني رفقة سيئة وما كاينش اللي واقدك ما كاينش اللي يبين لك شي حاجة ديالك ما كاين اللي يقولك يلا نديرو يلا نفعلو يلا نسرقو يلا نبيعو الحشيش يلا نبيعو كذا هذا الشيء اللي كاين. أول مرة كنتي في السيفي النقطة الأولى باش لقيت راسك ما بين السكين أول مرة فاش كنت في السيفي النقطة الأولى هي اللي قلت لك الرفقة السيئة مع بنادم يعني نقاش بسيط مع واحد الانسان ولد الحيته هو يعني بنادم كيستعمل لها الوسائل بنادم كيمخطرات كل شيء ما كتحسش براسك حتى كتلقى راسك طايح في المشكل بحال هكا. كيفاش وقع؟ هو بانه هو تسرع وسب لي والديا فهمتيني وعلى مشكل بسيط يعني فهمتيني وعلى مشكل بسيط يعني انا تسرعت مع الصغار مع شي شويه الزعامه مع من ديك الساعه ما كاينش المشكل كما كنقول كثيره الفرصه الكبيره باش حسيتي لقيت راسي وسط الحبس. شو كان رد الفعل ديالك؟ رد الفعل ديالي بانه هو لقيت تما الدمار وكتسلب من كتسلب لك الحريه ديالك فهمتيني وبنادم عايش غير تكرفيس في تكرفيس بالنسبه للنظافه بالنسبه لاي حاجه بالنسبه لبنادم كيتعقد في راسه والديه بعادين عليه يعني من لهنا من لهنا بنادم كيزيد يتدمر وكيزيد يتعمق في داك الشيء وكتزيد تعرف على دراري يعني رفقه سيئه اللي غادي يزيد يكفس لك الحياه اللي كنتي عايش انت في الاول. هذا هو الموضوع ديالنا فهمتيني. من بعد داك الشيء خرجنا وتفاجات ان شاء الله تفاجات علينا وقلنا ان شاء الله غادي نساليو من المشاكل. فاش دخلتي للحبس كنتي ضارب الدار ديالك ولا لا؟ لا يعني حتى السجن تقريبا حتى السجن يعني بعد تما يعني كتشوف شي حوايج ما كيعجبوكش بزاف د الحوايج يعني تما خصي اما تكون عندك الماده اما تكون يعني بنفسك راجل يعني الا كنتي راجل غادي تجي فيك الضرب راسك الدابز راك عارف هادشي هذا راه معروف هادشي هذا. اول ضربه ضربتها في الدار ديالك فين وعلاش؟ في عين قادوس. في عين قادوس يعني ظلم لواحد الموظف لدابا الله ياخذ فيه الحق فهمتيني تعدى عليا وضربني بحال هكا يا بحيت دابس مع واحد من السجناء فهمتيني واحد من داك السجناء يعني ريقل معاه كما كتعرفوا شحال هادي كان السجن ريقل معاه ورجعوا بيناتهم وجات فيا انا ملي ضربني ما رضيتش جبت مين ورا فروي كما كنقولوا ضربت راسي هادشي اللي كاين ومن بعد نعم من بعد ما خرجتش حاولت نرجع للور ويعني بعد على بنادم شي شويه من بعد ولاو يعني ولاو القطات كيجيو لان بنادم ولا كيتدخل عندك باش يجيب معاك المشكل يعني بزاف د الحوايج يعني كيقول هذا ضارب الحبس هذا ضارب راسو هذا كذا يعني ولا كيتدخل عندك يعني بحال اللي كتقول خصهم هما يبقاو في البطوله. فهمتيني يعني خصك ضروري من المشكل معاهم. انت كيبقى فيك الحال باش كتشوف كيبقى فيك الحال ضروري علاش انت بنفسك ود البلاد ود الحي فهمتي كيفاش وما داير والو معاهم وبزاف د الحوايج يعني بلا ما كيحترم ما حتى شي لعيبه حتى كطيح مع بنادم في المشكل.
مشكل مر مشكل يعني حنا في بزاف د المشاكل اللي تاع الضرب والجرح هادشي اللي كاين ما كنسرقوا ما كنتعداو ما حتى شي لعبه يعني هاد الضرب والجرح يعني هي اللي تعدى بحال هكايا وبنادم مع الصغر مع شي شويه الزعامه مع بنادم كيستعمل على الهلوسه هكذا وكما قلنا كالحيفين كبر بنادم شي شويه حي شي طاغي على شي هادشي اللي كاين المشاكل اللي غادي تعيش بالضبط يعني الا ما كنتيش يعني راجل وبنفسك وكما كنقولوا راه غادي يدكك كما كنقولوا غادي يدكك بنادم تما يعني الا ما كنتيش بنفسك وراجل وكاباب كما كنقولوا فهمتيني غادي يدكك بنادم هادي دك يعني بزاف البلاصه يعني يدي لك رزقك يديك بزاف د الحوايج يعني بنهم برزقو يعني بنهم برزقو بنهم ديك المثله ديال القوي كياكل الضعيف فداك هادشي اللي كاين بالنسبه للبلاصه كيفاش كيديروا البلايص بالنسبه للبلاصه راك عارف شي بالفلوس شي بالمعرفه انت صاحبي انت كما كنعرفوا مجرم مقطع داير بلاصتك مع صحابك فهمتيني هادشي اللي كاين يعني كتنعس بلايص قد الحيط كتنعس بزاف السطاير بزاف د البلايص ويعني ها مكاينش الادب الادب عاود على حساب داكشي فئات داكشي فئات تما يعني باك صاحبي ريقتي مع الموظف ريقتي مع الشاف شومبري يعني تولي تنعس في الباب ديال بابها كما كنقولوا يعني لما كنتيش راجل وكابابل يعني راك تنعس بابها فهمتيني تنعس مدكك في لاكار بزاف د الحوايج لاكار يعني واحد لاصق حدا واحد يعني على الجنب يعني على جنب بن المناس يعني واحد بحال السردين هادشي واقع هادشي هذا بالنسبة لبنان إلا ما كانش كابابل وما كانش راجل وما كانش برزقه بزاف د الحوايج يعني ماشي كلشي هادشي اللي كاين ومن بعد هادشي هذا يعني خرجنا والحمد لله دابا راه بخير ودايرين يعني دايرين واحد الخدمة د الحلال واخا هي البركة قليلة الحمد لله شنو اللي خلاك تبعد على العالم ديال الإجرام؟ العالم ديال الإجرام السبب الواحد اللي غادي يخليني ويخلي جميع بنادم إلا كان راجل وبنفسه هو الميمة ديالي اللي يطول لي ليلة في عمرها اللي كافحات معايا مسكينة وتا كلمة في حقها راه ما قليلة في حقها أي كلمة راه قليلة في حقها اللي يخليها لي وأي واحد اللي يخلي لهم ميمت عندي الميمة كبيرة اللي يطول لي في عمرها يعني إلا جات عندي كتجي هي كتكرفس مسكينة هالزيارة النوبة خصها تجي في الصباح تولي من الفجر وهي جاية قابطة الطريق باش توصل كنخرج أنا عندها كنشوفها يعني صفراء الميمة ديالي صفراء ومع ذلك كنقول لها مره اخرى ما تجيش عندي امي امتي بلا ما تعذبي كتقول لي لا ولدي ما حدني بالحياه ومازال قد برجلي نجي فين ما مشيتي نديك ولدي والله يهديك وكيفاش وهذا هو السبب اللي جعلني باش نبعد على المشاكل ونبعد من البنادم اللي مدرقه وبنادم اللي قبيح في عقله ومسخ في راسه وبنادم راه على السبه في هذا الوقت يعني بنادم راه ضروري ما غادي يحفر لك يحفر لك بطبيعة الحال إلا شافك بنادم باغي ترجع للور وداير عقلك راه ضروري غادي يبقى كيحفر لك يعني باش يشوفك كما كنتي غادي جاي للحبس يعني ما داير والو ما مستافد من والو ما خدام يعني ما دير حتى شي حاجه زوينه في حياتك واش عمرك حضرتي شي واحد مديهم ولا بامبو بحال شنو هو كان رد فيه عليه هذا السؤال هذا اللي سولتيني الله يرحم الجميع ويرحم جميع أمة سيدنا محمد يعني أنا بنفسي حاليا مات لي الأب ديالي وأنا في السجن الله يرحمه ويرحم جميع أمتي شعور خايب شعور ما كتتوقعش بنادم من الحالة ديالو اللي كيفاش كيعيش داخل السجن فهمتيني ودايم الله وكله فوقاش كيوفالوا الاجل ديالي والله يسمح لنا من الوالدين والحمد لله مرضيين محضيين ما يبقاش فينا الحال بحيث مرضيين محضيين
يعني الجنازه ديالو ما حضرتيش؟ لا ما حضرتوش. ما سيش كان ما بقاش فيك الحال، شنو درتي ذاك الليله باش وقع المشكل؟ يعني داك يعني شنقولك السيمانه ما كليتش لا العماله ما لا ما كنهضرش ما كان يعني بزاف د الحوايج. التكريز زيت يعني بزاف، رديتها على الهلواسه، رديتها على المخدرات، بقى فيا الحال، بقى كيأنبني ضميري بحال اللي انا هو السبب، يعني بزاف د الحوايج. فهمتيني يعني ملي جبتي لي هذا السؤال هذا يعني شي شويه. ومزيان البنان باش ياخذ تجربه، نيت للشباب باش ياخذوا تجربه، فهمتيني، باش ياخذوا تجربه ويعرفوا باللي راه دايم الله وبنان من داير عقله، وداك الحاله وداك الحبس راه الدمار ما كتستافد حتى شي لعيب. فعلا البلاد عندنا شي شويه صعيبه، وبنادم كيحس شي شويه بالنقص اذا ما كانش جيب عامر، وكينوي يسرى، كينوي يدير، ينوي يبيع الحشيش، وانما بنادم يحاول يتجنب، لان كما كتعرفوا داك الشيء الطريق ديالو كتدي الهاله كولو والصلاة على النبي. كنصح انا بنادم باش يبعد على المشكل وصافي، فهمتي، هذه هي يعني هذا الشيء هذا راه حنا عشنا حنايا، يعني راه ما استفدنا منه والو. انتم سمعتوا الملكه والدمار ومشات لنا غير صحتنا، انتم كتشوفوا كنا مالكه، يعني دابا الوقت المجتمع ما كيرحمش. تبغي تخدم مع بنادم واخا يكون عندك ديبلوم، تكون قاري، كيحكم عليك غير من النظره، انت واشم، انت ضارب راسك، انت الضربه كيما قلت لك في السجن شي يعني سيفيل برا، يعني على حساب المشاكل، على حساب الظروف. انت كيما كتشوف، انت الله يهدينا ويهدي الشباب والله يغفر لينا. انت كتشوف يعني الرجل ديالي، يعني داك الشيء راه ما كنصحش انا بنادم باش يفرغ داك الضغط اللي كيعيشو، ما كنصحش به بنادم يضرب راسو يفرغ. يعني حنا كنا صغار وما عارفينش الله يهدينا. قولي باش تمشي شي لابسين ولا بحار ضروري. انا عرفت السؤال ديالك اللي بغيتي تسول، يعني بنادم كيثيق في راسو، الثقه في النفس، علاش الا كنت انت الاصول ديالك مزيانه ومحترم ويعني ما فيكش في عين الحرميين، يعني كتكون ثيق في راسك. واخا بنادم كتعرفوا باللي راه كيشوف فيك واحد الشوفه ديال شفار، شمكار، حباس، وانما انت كتكون ثيق في راسك وفي القدرات ديالك. ما عند بنادم ما يحكم عليك، لان بنادم خصو يحكم على راسو هو الاول، خصو يحكم عليك من الداخل ديالك كيداير نتايا. هادشي اللي غادي نقول لبنادم انايا، راه كاين بنادم خبيث من الداخل، ما تحكمش على بنادم من الظهر. ما ساليتي على ديال الحجره، شنو دابا حاليا؟ المهم راني داير حارس ليلي باركين، خدام على راسي، واخا الاجره ديالي قليله، واحد 800 درهم 16000 ريال في الشهر، قانع بخير هو هذاك. علاش البلاد ميته؟ ما كاين فين تخدم، ما كاين فين تهدا. اللهم المهم حدا الدار كنعس على الطونوبيلات، كنعس على الكراجات، واحد البركه قليله، حسن من بنادم يدير المشكل، ينوض يبيع الحشيش، ينوض يبيع كذا. علاش هنايا كما كتعرف ما كاين فين غادي تخدم؟ وعاد زياده على بنادم كيحكم عليك من النظره الاولى، كيشوفك الضرابيش، الدار بالحبس هذا، ما كيبغي يخدمك معاه لا في كذا لا في عمل لا في والو. والناس هنا بديبلومات بشواهد وما خدامينش، ماشي لا عاد انا شبعان حباسات وشبعان، وهذا الشيء اللي كاين. بطبيعة الحال انا راه ما كنشجعش بنادم باش يطلع على هذا الاجرام ويطلع، يعني بنادم يصبر شي شويه والفلوس كيحضر ويغيبوا، فهمتيني، وهذا الشيء اللي كاين. وبنادم ما يبقاش شاب على الرفقه السيئه، لو خصني يبقى عند مع بنادم، لو خصني كويت ما ب 1000 درهم، خصني تي ام 42، هو اللي ديما بحالو مشوي كاري، ولا امه كتخدم غير في الموقف، ولا امه مثلا كتحرك هي في الديور ميناج، الله يحسن العوار كاملين ما عندناش. يعني بنادم يكبطي في راسو ويتحكم في راسو، واخا البلاد ما كاين فين تتحرك، بنادم يدير المحاوله، وهذا الشيء اللي كاين. وصل الصلاه على شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.